معنا سي مصطفى زيتون رئيس نادي دينامو القنيطرة لكرة القدم داخل القارة. سي مصطفى اليوم يعني تفتحوا أول مدرسة لكرة القدم داخل القارة الصعيد الوطني، تحدثنا على هذه المدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كجمعية دينامو شفنا على أنه كان خصص في مدينة القنيطرة أو في المغرب بصفة عامة، على ما كاينش مدارس لتعليم وتربية هذا الجيل الناشئ على الفوتسال، فكانت فكرة من هنا واتجهنا على أنه ننشأ هذه أول مدرسة للفوتسال. اليوم كنظموا الفيستيفال وأول يوم للاحتفال بهذه المدرسة. معنا الإطار القنيطري المدرب نادي القنيطري سابقا ورئيس ماجيك كلوب القنيطري السيد صابر بالخوجة. سي صابر، يوم الفريق ديالكم حضر يعني في افتتاح اول مدرسة في كرة القدم اللي دايرها فريق دينامو، تحدثنا على المدرسة. احنا جينا اليوم باش نفتتحوا نشاركوا في افتتاح ديال اول مدرسة ديال كرة القدم الصغيرة داخل القاعة. طبعا هو يوم تاريخي، لان كانت دينامو سباقة الاول فريق خد البطولة الوطنية في مدينة القنيطرة، واليوم كان سباق كذلك في انشاء مدرسة داخل القاعة. اما ما يمكننا اليوم الا نمدوا يد العون لهاد الاخوان هادو ونشاركوا ونكونوا وحدين فعالين في كرة القدم داخل القنيطرة. معنا الاطار الوطني عبد الهادي زيتون مدرب فريق نادي دينامو القنيطري. سي عبد الهادي زيتون، يعني كنتو سباقا في كل شيء، احراز اول لقب قنيطري، احراز اول بطوله وطنيه، اليوم يعني تم افتتاح اول مدرسه على الصعيد الوطني في كره القدم داخل القاعه، تحدثنا على المدرسه. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. زيتون عبد الهادي مدرب نادي دينامو القنيطري والمسؤول التقني على جميع الفئات وجميع ما يتعلق بالمسائل التقنيه لكره القدم داخل القاعه في النادي. اول شيء سي البحري، كنشكرو صفحه الالكترونيه كونت سويس على الاحاطه ديالها بهاد يعني التظاهره. كما كنتو انتما سباقين دائما في التقاط الخبر الاول، وهذا كنشكركم زعما جزيل الشكر. اول شيء الى هاد اللعبه غادي تنطلق وغادي يضيع السيد ديالها وغادي دير واحد الرقعه يعني تنافسيه عند جل الشباب وجل يعني المدن المملكه. راه هذاك الشيء غادي يكون بالفضل ديالكم، لانكم صراحه المنبر الوحيد لهذه الرياضه اللي كتوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين. فيما يخص السيد الحري، قلتي كما كنا النادي الاول سبق البطوله الوطنيه. صراحه البطوله الوطنيه ما جاتش يعني عابثا، جات من بعد واحد العناء وواحد يعني المجهود.
مجهود كبير اللي قمنا به كما ما كيخفى على الفرق يعني والناس متبعين هذه اللعبه. جاء اللقب بعد يعني واحد 5 سنوات بالعمل، كنا كنحتلوا المراتب الاولى دائما في هذيك 5 سنوات، يعني كنا كنتنافسوا على اللقب دائما، والحمد لله في سنه 2015-2016 توفقنا اننا نحرزوا اللقب. من بعد هذا يعني الحمد لله سالينا، ما نقولوش سالينا ولكن الحمد لله عندنا لبنه قويه هذه الساعه في الفريق الاول. ملي شفنا راسنا يعني كاستراتيجيه ان الفريق الاول الحمد لله حاط اللبنه الاساسيه ديالو، قلنا علاش اللي ما ناخذوش الفكره والبادره اننا نديروا المدرسه الاولى في المدينه والاولى على الصعيد الوطني في كرة القدم داخل القاعة. والحمد لله حطينا الفكرة وبرمجناها على أرض الواقع. تنتمنى من الله أنها أنها أن الفكرة توفق وأن يعني هذه الرياضة هذه تأخذ المسار ديالها الصحيح. الفكرة يعني الموضوع من هذه المدرسة هو يعني تمديد اللاعبين الفرق الأول بجميع يعني الفئات العمرية، يعني المدرسة المينيم كاديج نيو والفريق الأول. تنشكركم صراحة على هذا سميتو، موفقين إن شاء الله.